مع اقتراب موعد الامتحانات، تشعر غالبية التلاميذ بالقلق والتوتر من الاستحقاق الذي عليهم خوضه. في الحالة العامة، لا يعد هذا الشعور سيئاً أو خطيراً، بل هو مؤشر إلى اهتمام التلميذ بالدراسة وجديته في العمل، ما دام هذا القلق ضمن حدود السيطرة عليه. ولكي تبقى السيطرة قائمة على هذه الانفعالات، ينتظر من الأهل أن يكونوا إلى جانب أولادهم قبل الامتحانات لدعمهم معنوياً بدلاً من مقارنتهم بأولاد آخرين، بالإضافة إلى تغذيتهم بشكل صحيح لما لذلك من تأثير في قدرتهم على التركيز. دعم التلميذ وتشجيعه. خليه يحول الرسالة السلبية لإيجابية. كيف بده يكون هذا الشيء؟ بتكون تقول له أنت قادر، رح تقدر، وأنا متأكدة إذا أنت درست رح توصل لنتيجة. يعني الشيء المنطقي الواقعي إنه درسنا أول ستيب درس، ثاني ستيب يلي هو نحكي مع العقل الباطني ونشجعه بالإيجابيات إنه هو أكيد، ويستعمل كلمة أنا قادر، أنا بدي ولح أنجح، والامتحان مش من المريخ، بعكس ما يقولوا حيقول الامتحان صعب. هيدي أول مسج. الغذاء الصحيح قبل الامتحان كمان الأهل هون بيلعبوا دور إنه بنظام الغذائي بوقت النوم، لأنه ما ننسى الهرمونات بالجسم أكيد بتساعد، ويركزوا له على الدارك شوكليت، على الكتان، كان يقولوا الزعتر بزيد الذكاء، أوميجا 3 طبيعي بالعلم أكيد إنه بزيد قدرة التركيز. حسب إذا بدنا التوت، استغربت كيف أنا عم بعمل ريسيرش إنه التوت، ليش التوت؟ بدنا نشوف، ما بعرف إذا معلومات مغلوطة كمان تأكدنا. لا للمقارنات. والاهل ما يقارنوا، طب ما قارنتوا، هل ابنك تحسن؟ يعني هذه مسج للاهل كمان بليز، انه لما قلتي له خيك احسن منك، هل سبقوا انه نبعد عن المسجز النيجاتيف. خلال الامتحان ايضا لابد للتلاميذ من ان يخاطبوا انفسهم بايجابيه، وان يقنعوا انفسهم بان لا شيء صعبا، وبانهم جاهزون للاجابه عن كل الاسئله، لأن التوتر يفقد القدرة على التركيز في العمل. الهدوء والسيطرة على الانفعالات. اعملوا بروفا قبل ما تروحوا على الامتحان، لأنه مجرد ما عم تروحوا على وضعية مش عاملين عليها براكتس أكيد حتخافوا. كان في القلق، سبب القلق هو أنه عندنا كتير معلومات، مش معناتها اللي قلقان هو مش دارس، صح، عنده كتير معلومات، صار فيهم بده يستعمل كل، يستنفذ كل طاقاته بهيدي الدقيقة، عم بسبب استعجال. صحيح. فالسبب هو ثقة زايدة يمكن بالنفس، معلومات كتيرة ممكن تكون مش ضروري، مش دارس، الوضعية اختلفت، صار عندك القلق، الأدرينالين تبعك عمل رش، مجرد ما عمل رش عمل بلوك. لما يعمل بلوك لدماغ شو بدك تعمل؟ بدك تتنفس. ما تضحك علينا، ايه بدك تتنفس، انت عم تعمل بالامتحان 5 ثواني، تنفس، خذ نفس، غمض عيونك، هدول بيعملوا شوي ريلاكسيشن، لانه ما فيني اقول لك شيء بالامتحان غير اقول له ركز. شو يعني ركز؟ عطي حالك كل 5 ثواني، ما تتطلع برفقاتك، ما تقارن حالك مع رفقاتك، وما تستعجل. الثقة بالنفس. يكون عندك ثقة بتفكيرك، بقدراتك، يكون عندك ثقة أنك أنت جاي ولح تنجح، وما بدك تقارن حالك مع حدا، ما تخاف من السلطة اللي حتكون برا، لأنه خلص هذه شيء تقييمي، حكم عليك، بده يطلع أوكي، بس مش حكم مؤبد، يعني حيمشي الحال.